اسمي خالد عبد العزيز لولا، من دي اسمها قرية العراقية تبع مركز الشهداء محافظة المنوفية. حاصل على معهد فن صناعي ومتزوج وعندي 3 أولاد. بس دي شغلتي من يوم ما طلعت، لقيت والدي كان الله يرحمه نفس المهنة ديت اللي هي تجارة الحبوب، إن لم الحبوب مرتبطين ارتباط تام بالفلاح، يعني المحاصيل الزراعية اللي هي الذرة، القمح، الفاصوليا، الشعير، الحاجات اللي هي الفلاح بيزرعها هنا اللي هي بنعرف نتسوقها يعني. بنبدأ نجمع الذرة من الفلاحين، من أول الحصاد بتاعه بيبدأ في شهر 9 كل عام. بنبدأ نشتري الذرة، بيبقى فيه نسبة رطوبة عالية، يعني بنعمل ده يعتبر منشر بتاع ذرة. فبننشر الذرة على فراش لحد ما يجف تمام الجفاف يعني، ونبدأ نعبيه تاني. ممكن نفرطه أو ممكن نبيعه على الوضع اللي هو فيه كيزان يعني. كل سنة بظروف يعني، في سنين كنا بنودي المطاحن، بنقوم بتغربيل الذرة وتبخير، وبيخش بمراحل تنظيف كبيرة. لكن بقى لنا 2 سنين المطاحن ما بقتش تستلم الذرة، لأن منع خلط الذرة بالقمح. طول ما فيش مطاحن بتستلم ذرة أو الحكومة بتستلم ذرة، فدلوقتي بنضطر ان احنا نروح للسوق المحلي، والسوق المحلي بيرتبط بسعر الدولار الاصفر. اذا سعر الدولار اصفر ارتفع بيرتفع بالتالي الدولار الموجود بتاعنا، الدولار انخفض بينخفض، وده الموجود هذا العام. اللي مخلينا الدولار موجود عندنا لحد وقتنا هذا ان السوق غلي في حاجات اشياء كتيره، لكن الدولار السنه دي سعره اقل من اي سنه. نزل سلالات جديده في تقوي الذره، بدات الانتاجيه بتزيد والناس بدات تهتم بزراعه الذره، فبدات الذره بقى يعني بكميات موجوده دلوقتي وكميات وفره. والدنيا اتطورت بقى، كان الاول بنفرط بالايد ونفرط بمكن يدوي، دلوقتي بقى في مكن بكهرباء وفي ميكنه بتفرط، ممكن تفرط في الساعه بتاع 30 دب يعني. الدنيا ايه بتتطور مع التطور الزمني. دي اخر ما هو توصل عليه العلم بالنسبه لتجميع الذره من الفلاحين اللي هي الميزانه كومبوت. كان في الاول الاباني والسيبيا وكان الاول قبل كده بمسافات طويله كان في بالعديه يعني بالعدد، كنا بنشتري الذره بالعدد. بدا الميزان الاباني، بدا الميزانه كومبوتر، دلوقتي اما العربيه بتحمل بقت تروح توزن بحالها في البسكول يعني. الدنيا اتطورت برضو، ويعتبر التاجر اللي هو زي حالاتني يعتبر همزة وصل ما بين الفلاح وما بين الحكومة أو ما بين السوق. لأن إحنا لو الحالة الاقتصادية بتاع التاجر ارتفعت بالتالي بينعكس على الفلاح. التجارة بتاعتني مش احنا لوحدينا يعني، مش بتفتح بيتنا لوحدينا احنا، بتفتح بيوت لناس تاني، عمال كانت بتيجي تشتغل معانا، وبندفع ضرايب يعني. احنا الحمد لله من دافع الضرايب، لان كلنا الحمد لله لنا معانا رخصه ومعانا سجل تجاري، وبندفع ضرايب كل عام يعني. ولما بروح الضرايب ما بقولش انت خسرت ولا كسبت، انت عليك كذا. السلعه بتاعتنا ديت لازم لها سوق، لانها تعتبر سلعه استراتيجيه في المحافظه زي بتاعتنا، بيعتمد عليها الفلاح وبيعتمد عليها التاجر، وبتفتح بيوت، فلازم يبقى لها رصيد عند الحكومه في النظر يعني ان شاء الله. والحمد لله ماشيه خلاص يعني، سنه كده التجاره عامه، طول عمرنا سنه كده على سنه كده وماشيه والحمد لله.